مساء الخير مشاهدينا، واهلا بحضراتكم معايا وحلقه جديده ومع الناس. مع الناس النهارده، وطبعا شعار الدوله اطلقته من فتره طويله جدا في ظل طريقها للتنميه المستدامه 2030، اتحضر للاخضر او استخدام الوقود الاخضر، بمعنى لم يعد الاعتماد بشكل كبير جدا ويتوجه للدوله بل للعالم كله نتيجه الاحتباس الحراري والمشاكل اللي حصلت نتيجه الاحتباس الحراري في العالم كله، اللي هو البعد عن الوقود الاحفوري والتوجه مره اخرى الى الطاقه الجديده والمتجدده من خلال اللون الاخضر. الحقيقه طبعا احنا عارفين ان كوب 27 اللي كان في مصر العام الماضي، الحقيقه هذا المؤتمر فرق بالنسبه للعالم كله، خروج بتوصيات بيجري تنفيذها على ارض الواقع في الوقت الحالي. في وقت ما كان في المؤتمر موجود في شرم الشيخ، الحقيقه مصر كان بدات بالفعل قريه السلام، مدينه شرم الشيخ المصريه تحولت الى الاخضر بشكل سريع جدا. الفنادق اللي فيها كانت كلها فنادق خضراء، الاماكن الموجوده فيها كلها اماكن خضراء، وبالتالي من منذ هذا التاريخ الحقيقه والدوله بقى لها يمكن بدايه الالفينات بدات تتحضر للاخضر زي ما بنقول. لكن في الوقت الحالي في تركيز من الدوله بشكل كبير جدا، وهي من خلال الاستثمار في مستقبل مستدام، بمعنى استخدام الهيدروجين الاخضر في كل الصناعات. وطبعا بنشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي طول الوقت بيتكلم عن الهيدروجين الاخضر وتشجيع الباحثين واصحاب المشروعات اللي بتقام او بيتم تنفيذها باستخدام الطاقه الخضراء، الطاقه الجديده والمتجدده، واستخدام الهيدروجين الاخضر. تفاصيل كثيرة هتعرف عليها النهارده من خلال ضيفنا الدكتور احمد الزهاوي، استشاري كيميائي وحاصل على الجائزه البرونزيه من الاتحاد الدولي للمخترعين. التفاصيل هتكون معانا بعد الفاصل، لكن قبل ما يدخل ضيفنا ونتكلم عن موضوع حلقتنا النهارده، معانا خبر هام لابد ان احنا نتكلم فيه او نقوله لحضراتكم. اسمحوا لنا نشوف الخبر الاول وبعدين نستقبل ضيفنا. الخبر بعنوان انطلاق منتدى تكوين الفكر العربي الاول تحت ظلال الاهرامات. شهدت العاصمه المصريه القاهره يوم السبت انطلاق اعمال المؤتمر السنوي الاول لمؤسسه تكوين الفكر العربي تحت عنوان 50 عاما على رحيل طه حسين. أين نحن من التجديد اليوم؟ وذلك في المتحف المصري الكبير تحت رعاية الدولة المصرية ومشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين العرب. وأدار الجلسة الافتتاحية المذيع المصري عمرو عبد الحميد. يعتبر انطلاق المنتدى باكورة الأعمال الخاصة بالمؤسسة والتي تهدف إلى تعزيز خطاب التسامح وفتح آفاق الحوار وتشجيع المراجعات النقدية والتحفيز على طرح الأسئلة على المسلمات الفكرية والأسباب التي تحول دون نجاح مشاريع النهضة والتنوير العربية. يذكر أن مؤسسة تكوين الفكر العربي والتي مقرها القاهرة تضم في عضوية مجلس أمنائها عددا من المفكرين العرب، وهم الدكتور يوسف زيدان من مصر، والدكتور فراس السواح من سوريا، والأستاذ إبراهيم عيسى من مصر، والدكتورة نادرة أبي نادر لبنان، والأستاذ إسلام البحيري مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الحقيقة لازم نأكد ونقول زي ما انا قلت كده، تحيا مصر، تحيا مصر 3 مرات. انتوا شايفين من ضمن ال ده عدد المشاركين من مصر، عدد كبير من كتابنا وادبائنا والمفكرين بتوعنا، وده لرياده مصر في كل المجالات، وطبعا راسها المجال الفكري والثقافي. هنطلع الحقيقه قبل، هنطلع فاصل قصير وبعد كده هنستقبل ضيفنا الدكتور احمد الزهاوي، وتحضر للاخضر ومستقبل الطاقه الخضراء والهيدروجين الاخضر، والجديد اللي هتكلم عنه مع حضراتكم النهارده الهيدروجين الابيض، ايه حكايته؟ التفاصيل بعد هذا الفاصل. حضراتكم مجددا مشاهدينا، واسمحوا لنا نرحب بضيفنا الدكتور احمد الزهاوي، استاذ كيميائي وحاصل على الجائزه البرونزيه من الاتحاد الدولي للمخترعين وماجستير اداره الاعمال من الاكاديميه العربيه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك، كل سنه طيب. بدايه خلينا نقول كل سنه حضرتك طيب، واحنا في اعياد الربيع، ودايما لما بنقول عيد الربيع او شم النسيم كل سنه حضرات كل مشاهدينا بخير وبصحه وبسلام وبجو نقي، وبعيدا عن الاحتباس الحالي اللي بتعاني منه دول كتير قد احتراق الغابات فيها وجفاف البحيرات فيها. مصر بخير دائما 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 وابدا. خلينا نقول وانا بتكلم حضرتك النهارده، بنقول الربيع معناه اللون الاخضر،
والدوله الحقيقه حريصه منذ سنوات على نشر الدور اللون الاخضر بشكل كبير جدا. ويمكن من المبادرات اللي الدوله عملتها زرع 1.5 مليون شجره الحقيقه في اماكن مختلفه على مستوى المحافظات كلها من اجل التحضر للون الاخضر، وعمل حزام اخضر. الحزام ده كان موجود من سنوات الحقيقه من التسعينات ومن قبل التسعينات موجود في مصر. الحزام الاخضر ما كانش في مكان لازم تلاقي فيه شجره خضراء موجوده قدام بيت او في شارع او على جانبي الطريق، لان مصر مدركه طول عمرها اهميه اللون الاخضر ودرسناها زمان الكلوروفيل وما يحدثه وامتصاص اللون الاخضر يمتص الاكسجين ويطلع ثاني اكسيد يمتص ثاني اكسيد الكربون ويطلع الاكسجين، فبالتالي بيبقى الهواء نظيف نقدر نستنشق. عشان كده مصر مشهوره بجوها وبشمسها وبرياحها النقيه. خليني اسال حضرتك النهارده واحنا بنتكلم في البدايه كده عن اتحضر الاخضر، وخليني ابدا في البدايه واقول الدوله بتخاطب الرئيس دوما ومرارا وتكرارا بيتكلم عن الهيدروجين طول الوقت والهيدروجين الاخضر. تمام. اديني فكره حضرتك عن انواع والوان الهيدروجين الموجوده في مصر واللي يتم استخدامها في الوقت الحاضر في الصناعات. اولا هي الطاقه المتجدده، اسر الطاقه المتجدده فيها كذا عضو فيها. اول حاجه الطاقه الشمسيه والطاقه الرياح، وانضم لعضو جديد في اسر الطاقه المتجدده وهي الهيدروجين الاخضر. بس قبل ما اتكلم عن الهيدروجين الاخضر تعالى نتكلم في استفاضه كده عن انواع والوان الهيدروجين حسب وكاله الطاقه الدوليه. اول حاجه في الهيدروجين البني او الاسود، ده بيستخرج عن تحويل الفحم الى تسخين، ولكن تحويل عن طريق تحويل الفحم الفحم الى غاز عن طريق التسخين. الفحم وهو اكثر تلوث للبيئه، وان 1 كيلو جرام من الهيدروجين بيساوي او بيستنتج منه 19 كيلو جرام ثاني اكسيد الكربون، فهو ملوث جدا للبيئه. تاني حاجه اللي هو الهيدروجين الرمادي، هو عن طريق تشكيل غاز الميثان بالبخار، ولكن هنا اقل حده شويه عن التاثير الكربوني، وهو بيطلق حوالي 12 كيلو جرام من ثاني اكسيد الكربون. في بعد كده الهيدروجين الازرق، هو عن طريق ان هو بيعتمد على الفحم او الغاز من خلال ان انا بلتقط الكربون وبخزنه وبجمعه في اي صناعه او اي استخدام اخر، ولكن هو اقل وطأة تاثيرا على البيئه. نرجع لمرجوعنا اللي هو الهيدروجين الاخضر، وهو لغه العصر الحقيقه كل الدول بتدور على الهيدروجين الاخضر. ممكن مصر حباها ربنا سبحانه وتعالى بطقس خاص بيها، ويمكن توفر المياه في مصر او منابع المياه الموجوده والنيل وخلافه. وعارفين طبعا الهيدروجين هو احد مكوناته الميه والاكسجين، والهيدروجين بيدونا الميه مع بعض. تمام. فبالتالي اديني بس مختصر كده دكتور عن معنى الهيدروجين الاخضر ده، بنستخرجه منين ونسبه في مصر قد ايه ولو بالتقليد. طيب هو حضرتك الهيدروجين الاخضر هو اكتر طاقه نظيفه بنسبه 100%. وليه؟ انا هقول لحضرتك. الهيدروجين الاخضر بيعتمد على المحللات الكهربائيه التي تفصل الميه، بتفصل في الميه الى هيدروجين واكسجين. المحللات الكهربائيه تستمد الطاقه بتاعتها بلس اتش 2 لا الاتش 2 او بتنفصل الى هيدروجين واكسجين. يبقى انا طلعت الهيدروجين وطلعت اكسجين، طلعت الهيدروجين للصناعات بتاعتي وطلعت للبيئه اكسجين تاني، يعني في هواء تاني. المحللات الكهربائيه بتستنبط الطاقه بتاعتها من طاقه الرياح. يعني بفكر الناس بالمعادله القديمه اللي احنا درسناها. طبعا. هيدروجين اتش 2 بلس او 2 اتش 2 او احنا بقى النهارده هنعكسها. اللي هي الميه. النهارده هنعكسها النهارده، هناخد الاتش 2 او وهنحلله بالتحليل الكهربائي المستمد من الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح، وهنفصله الى جزئين، الجزء الهيدروجين واحنا بنستخدمه في الصناعات او في اي او في استنباط الطاقه، والجزء الثاني اللي هو الاكسجين، وده اكثر يعني جزء من الهيدروجين الاخضر اللي هو صديق للبيئه. طيب خليني اتكلم عن دور الدوله في تحفيز الهيدروجين الاخضر. وشفنا الرئيس الحقيقه طول الوقت بيتكلم بقول، وبدات الدوله تدي جوائز تشجيعيه للمشروعات اللي بتعتمد في تنفيذها على الهيدروجين الاخضر. تمام. وشفنا ده بشكل مكثف بعد كوب 27 اللي كان مراقب في مدينه السلام في المدينه الخضراء في الوقت طبعا. الحالي طبعا. شرم الشيخ. طبعا. الرئيس بيتكلم طول الوقت عن تحفيز الشباب من اجل مشروعات خضراء ونظيفه ومدن نظيفه. تمام. خليني اتكلم عن دور الدوله هنا في تحفيز الاستنباط او استخراج الهيدروجين الاخضر واستخدامه في الصناعات. الدوله المصريه القياده السياسيه من بعد كوب 27 وتصريحات رئيس الوزراء السابق رئيس وزراء بريطانيا، بدات الدوله تاخذ اتجاهات سياسيه نحو الطاقه الخضراء ومن خلال الابحاث والبحث العلمي. بس اول حاجه عملتها القياده السياسيه حوكمه الهيدروجين اللي هو انشاء المجلس الوطني للهيدروجين الاخضر ومشتقاته. ومن هنا تقدر تعمل تشريعات وجذيره للاستثمارات وبتسميها الاستثمارات الخضراء، وبالتالي ممكن نعمل حاجه اسمها ابحاث الخضراء. اخر حاجه عملها حديثا انشاء مصنع في العاشر من رمضان صديق للبيئه، وهو باستخدام الرخصه الذهبيه. تاني حاجه ان شركه العاصمه الاداريه عامله تشجيع للمنشات اللي هي الاداريه او المنشات اللي هي صديقه للبيئه حسب شهاده ليد اللي هي منظمه الطاقه وانظمه البيئه هناك المستدامه.
ومش كده وبس، طبعا هي الشرق طبعا المجلس الوطني للهيدروجين الاخضر اصدر تصريحات بتشجيع الاستثمار في الماده 5 والماده رقم 4 بخفض طبعا القيمه الضريبيه والكلام ده كله كتشجيع للمستثمر الاخضر. وطبعا مش كده وبس، اعتمدت كمان القياده السياسيه على انشاء ماده قابله للهيدروجين اللي هو هي الامونيا الخضراء. الامونيا هي عباره عن ذره نيتروجين مرتبطه بثلاث ذرات من الهيدروجين. لو انا استخدمت الهيدروجين الاسود في الامونيا يبقى كده اسمها الامونيا مش صديقه للبيئه، لكن لما استخدم الهيدروجين الاخضر في ادخال في تصنيع الامونيا الخضراء وهي تانية اكبر ماده كيميائيه على مستوى العالم كانت مسؤوله عن الانبعاث الكربوني من بواقع 2% عالميا، يبقى انا كده قدرت اسيطر على الانبعاثات الكربونيه واقدر اوصل لاقدر لصفر كربون حسب توجيهات الطاقه الدوليه في 2050. يبقى اذا الامونيا الخضراء هي صديقه للبيئه، سهل جدا تنقل بيها طاقه، وفي نفس الوقت ان كل الابحاث شغاله دلوقتي على منطقه خليج السويس ان هي تعمل تحت البحث والتجربه اللي هي امونيا خضراء وقود للسفن. طيب دكتور احمد، انا عايز ابسط الكلام العلمي اللي قلته ده للمواطن، فالمواطن في الاخر هيقول لك طب انا ده عباره عن احصائيات وكلام انا مش فاهمه، خليني اقربه للمشاهد بشكل يفيده. دايما المشاهد بيقول انا هستفيد ايه من الكلام من البرنامج اللي بيتقال ده؟ هطلع بمعلومه منه تفيدني بايه؟ لما المواطن يبص ايه اللي هيدخل جيبه او ايه اللي هستفيد منه، فبالتالي هيتحول لفلوس يدخل في محفظته الشخصيه. طيب. خليني اتكلم هنا دلوقتي عن المشروعات اللي الدوله بتشجعها واللي هي بتقوم بالهيدروجين على الهيدروجين الاخضر. طيب. وبسطت هذه المشروعات بحيث ان اي حد مقبل دلوقتي نعمل مشروع حتى لو كان بسيط يتصرف من قلب به ده ازاي؟ هو لو حب يعمل اي مشروع بسيط لازم يتوجه الى طبعا الى وزاره الاستثمار، واللي هي فيها كل البوادر بتشجيع الاستثمار الاخضر. لو هو ما عندوش فكره، هو ما عندوش ازاي يبدا يبتدي من الصفر، في مركز بحثي عملته الدوله بتوجيهات رئيس الوزراء في جامعه النيل الدوليه بانشاء مركز بحثي متخصص في موضوع الهيدروجين الاخضر وكل ابحاثه كلها. هل استخدام الهيدروجين الاخضر بالنسبه لاي مستثمر لسه بادئ حياته هل هو مكلف زي الوقود الاحفوري زي البنزين؟ هو في الاول هو مكلف لكن مره واحده بس، لكن بعد كده مش هيبقى مكلف، يبقى هيدفع ثمنها مره واحده بس. لكن هو في نفس الوقت هو صديق للبيئه وحسب توجيهات الدوله. تمام، يبقى البيئه مستدامه. فكل ده لسه بيشجع حاجه اسمها الاستثمار الاخضر، وحاسب حاجه طبعا والتمويل الاخضر طبعا بحسب مبادره الايه بعد الكوب 27 من مؤتمر شرم الشيخ في السنه. طيب، فادي العمال الرئيس الحقيقه كافئ العمال او قبلها بايام كده قال ان الحد الادنى للاجور بالنسبه للعمال هيكون 6000 جنيه بالنسبه لاي عامل. تمام. ولكن في عمال بيزيد اجرهم عن ذلك. تمام. انا كان في مكافاه اخرى في عيد العمال اللي هي الرخصه الذهبيه. كلمه عن الرخصه الذهبيه وازاي العامل يحصل عليها. الرخصه الذهبيه دي معموله للمستثمرين اللي هم حابين يستثمروا في مصر، ان هم يعملوا رخصه من الشباك الواحد بيخلصوا بيها جميع الاجراءات كلها من خلال متعامل مع شباك واحد بس او مكتب واحد فقط. الرخصه دي بتديك لنا خصم على المحفزات وخصم على القيمه المضافه بواقع بنسبه من 30 ل 40%. وفي نفس الوقت هي بتشجع المستثمر الاقدر ان هو يقدر يستثمر بعد كده وتقدر تجذب الاستثمارات وبعد كده اتجاه الدوله وربط الاستثمارات دي بالبحث العلمي. فاذا انا لما اربط البحث العلمي بالاستثمار اللي بالمستثمر يبقى اذا دي نقطه مهمه جدا ان انا اقدر استثمر في البحث العلمي واقدر استثمر حسب توجهات الدوله. فدي طبعا بتتحول بعد كده الى حاجات كتير، تتحول الى وظائف، تتحول بعد كده الى استثمار وعائد داخل للدوله. فخد بالك المستثمر لما يجي يشتغل يفتح مصنع زي دوت في 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 في, في العاشر من رمضان هيشغل فيه عماله مصريه، والعماله المصريه بواقع شعارات سرعه في مصر مكون. طيب. طيب. انا عايز اقول حاجه عشان دايما برضو باشمهندس انا بحب اوضح للمشاهد ان دايما انا يعني يمكن عشان يمكن اكثر التصاقا بالناس من خلال التعامل معاهم وخلال البرنامج تحديدا، فدايما يقول طب انا هستفيد ايه من الكلام المهندس باشمهندس بيقوله. الكلام هنا لو الدولة الرخصة الذهبية هتديها المستثمر سواء كان مصري او من خارج مصر فهيبقى في شروط هنا، بمعنى زي ما الدولة بتديك تسهيلات عليك انت تشغل العمالة الموجودة عندك كلها مصرية، ايدي عاملة مصرية. اذا فاخواتي من العمال ومن اللي بيشتغلوا هيكونوا كلهم مصريين، بالاضافه لكده بقى كمان ان المنتج الخارج كله بنسبه من 40 الى 70% هيتكتب عليه صنعه في مصر لانه موجود. تمام. من خامات داخل مصر ومصنع داخل مصر بايادي مصريه، فبالتالي جمله الصنعه في مصر هترجع تغزو العالم كله. اذا فهنا في فائدتين، فائده على العامل اللي هو بيشتغل في هذه المصانع لازم يكون مصري، فائده اخرى على الدوله ان هذا المنتج بيتم تصديره تحت شعار صنعه في مصر لانه خامات مصريه وبايدي عامله مصريه وفي مصانع على الاراضي المصريه. تمام. وهنا المستثمر استفاد ايه؟ انه حصل على هذه الرخصه الذهبيه بتسهيلات من الدوله وبتخفيضات فلوس كتير. مظبوط يا باشمهندس؟ طبعا مظبوط. خلينا نتكلم عن
حوافز اللي بتعملها بقى الشركات الموجوده في العاصمه الاداريه للحصول على شهاده الليد. شهاده ليد دي شهاده عالميه بتعني الرياده والطاقه في الطاقه والتصميم البيئي، دي شهاده معترف بها دوليا في مقياس التصميم البيئي، وحاجه اسمها شهاده ليد شهاده عالميه معترف بها في كل العالم. في كل العالم هي بتعمل ايه؟ بمقياس تصميم وانشاء وتشغيل المباني عاليه الاداء البيئي. بمعنى ايه؟ ان شركه العاصمه الاداريه لما بتيجي يعني فرضت على الشركات اللي هي تبني في العاصمه الاداريه تكون حاصله على شهاده ليد. تمام؟ ليه؟ لان شهاده ليد عشان يبقى نوصل لحاجه اسمها المباني الخضراء والتنميه المستدامه والحفاظ على البيئه، وبالتالي بتديهم حافز ان هي بتكون ما يعني كل ما بتاخد يعني شهاده ليد ليها مستويات كل ما بياخد بنيه زياده من من الارض. وهنا سؤال هيجاوب بيوم نفسه على فكره مشاهدينا، لما يقول لك شركات كتير بتشتغل، كان الاول يقول لك العاصمه الاداريه كل بنها الجيش اللي مسيطر عليها الجيش فتح افاق، والشركه العاصمه الاداريه فتحت افاق لكل مستثمرين كتير وشركات اخرى تيجي تشتغل معاها في مجال المعمار وفي مجال المباني. الشركات ديت عشان لازم تكون حاصله على شهاده ليد دي معترف بيها دوليا، وفي نفس الوقت دي اعلى معايير الجوده طبعا والمتانه في الصنع. اذا هنا في دقه في كل شيء بيتعمل من خلال مراقبه الدوله طبعا. مظبوط. طيب خليني اتكلم حضرتك عن مشاركه شركات في مصر في تصنيع الامونيا الخضراء، خصوصا ان النهارده كان جديد بالنسبه لي بس في امونيا الخضراء ده في حديد ايضا اخضر، الحديد الصلب الاخضر وده جديد الحقيقه بالنسبه لي. هو حضرتك هو معروف عالميا ان انتاج الصلب يعني بيسيطر على التلوث الكربوني بنسبه 20%. طبعا وكاله الطاقه الدوليه مصممه ان هي على تنفيذ الخطه بتاعتها في 2050 الى زيرو كربون ايميشن او صفر انبعاثات كربونيه. فرضت على الشركات وبالذات كمان في اوروبا ان هي تبدا تاخد الافران اللي مسؤوله عن صناعه الصلب من الهيدروجين، بحيث ان هي تقدر توفر تبقى صديق للبيئه وفي نفس الوقت تبقى الصلب الاخضر، ودي من ضمن الصناعات التحويليه وهي دي كلمه السر في التنميه المستدامه. كمان في حاجه يعني يمكن الدوله بتسعى لها بقى لفتره، ان في مشاركه بين شركات اجنبيه مع شركات مصريه لانتاج الامونيا الخضراء على الارض المصريه. طبعا هتوفر فرص عمل وهتوفر امونيا خضراء، وده بمشاركه استثماريه بين مصر وبين اي مستثمر او شركات اجنبيه طبعًا اخرى. اديني فكره يا فندم، ده بيوفر قد ايه فرص عمل، وفي نفس الوقت قد ايه هيوفر على مصر من خلال توفير الامونيا الخضراء؟ هو طبعا في شركات اوروبيه طبعا متعامله وتعاون مع مصر في موضوع البحث العلمي عن الامونيا الخضراء، وان هي تستخدم كوقود للسفن تحت البحث والتجربه. وبالتالي هي عشان تقرب المسافه شويه فخلت المصنع ان هي تبقى موجوده على منطقه خليج قناه السويس، بحيث ان انا اقدر امول السفن بهذا الوقود. تاني حاجه يعني المصانع دي كلها موجوده على خليج قناه السويس؟ اه موجوده على خليج قناه السويس. تمام. تاني حاجه ان الشركات ديت عامله انتاج الامونيا الخضراء بس مش 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 على ارض مصريه، ده كمان تصدير، وبدانا نصدر في ديسمبر الماضي بدانا نصدر امونيا الخضراء اكتر شحنه، اول شحنه صدرناها للهند. فاصبحت الامونيا الخضراء اصبح التطلب العالمي على الموضوع الهيدروجين بقى اصبح مطلب عالمي وفي ازدياد. لو بعدين لما مصر تنتج بهذه الكميات الامونيا الخضراء وصدرها للخارج، واول شحنه كانت السنه اللي فاتت في ديسمبر الماضي انها يتم تصديرها من على اراضي مصريه وبايادي مصريه ومن داخل مصر من على خليج قناه السويس، ده شيء مشرف. في دول كتيره يعني عايز اقول لك بتتكلم عن الصناعه ما وصلتش لهذه المرحله. مصر بتحاول انها بتستحوذ انها من 8 ل 10% من انتاج الامونيا الخضراء على مستوى العالم. فهي مصر مستهدفه هذا الموضوع، والوتيره بتاعتها ما شاء الله ماشيه بشغل كويس جدا. دكتور احمد اتكلمنا عن الهيدروجين الاخضر، وده يمكن لغه العصر في العالم طبعًا كله طبعًا. لكن ان في هيدروجين ابيض، هل هو افضل من الاخضر؟ لا. وهل هو موجود في مصر ولا لا؟ طيب اديني تفاصيل اكتر. هو حضرتك الهيدروجين الاخضر على الرغم ان غلو المحللات الكهربائيه اوروبيه السرعه، ولكن الصين دخلت في هذا الموضوع وخفضت سعر المحللات الكهربائيه بنسبه 75%. ولكن المشكله كلها في الهيدروجين الاخضر ان هو بيستهلك الميه، فبالتالي ان احنا عايزين ندور على بديل لحد ما نوصل ان سعر الهيدروجين الاخضر للكيلو جرام يكافئ سعر الهيدروجين في الوقود الاحفوري. طب الحل ايه في هذا الوقت؟ ان هم اكتشفوا ان في الانواع، هو مش مكتشف، هو موضوع جه بديل الصدفه من خلال طبعا المستكشفين في شمال شرق فرنسا في اكتوبر اللي فات، لقوا ان في مكونات يعني في خزان من الهيدروجين موجود في بطن الارض. الهيدروجين ده خزان الهيدروجين موجود في وطن الارض، ازاي ممكن توصل لملايين من الطن المتري من الهيدروجين الابيض؟ خزان واحد داخل خزانات، مش خزانات، هو خزان ممكن يسمى ملايين من الطن المتري.
بس هم اكتشفوها عن طريق الصدفه او بمعنى في اي مكان يا باشمهندس، هو موجود في شمال شرق فرنسا في منطقه لورين في فرنسا. وفي برضه في منجم برضك في البانيا، وجاري البحث طبعا ان شركات فرنسيه اللي تبدا تشتغل تدور على الهيدروجين الابيض دوت او الهيدروجين الجيولوجي في سلطنه عمان. بس هو الموضوع جه ازاي؟ ان هم اساسا احنا عندنا هيدروجين ابيض في مصر؟ ما هو احنا بقى ده من هنا من واقع ان هو بحاول اوضح نقطه للقياده السياسيه، نبدا ندور على الهيدروجين الابيض داخل الاراضي المصريه في بطن الارض خاص بينا احنا. تمام؟ نبدا ندور على بديل لابيض وممكن يوصل ورخيص جدا وفي نفس الوقت تنميه مستدامه للطاقه. طب انا يعني احافظ على الامن المائي بتاعنا. هل هو افضل ولا الهيدروجين الاخضر؟ الاثنين مكملين لبعض. مكملين لبعض. مش حاجه اسمها يعني مكملين. ممكن نستخدموه في الصناعه زي الهيدروجين الاخضر. حضرتك يا فندم اهم حاجه يكون صديق للبيئه. ابيض هيدروجين ابيض هيدروجين اخضر صديق للبيئه، وفي نفس الوقت تحت طائره الحكومه او حوكمه الهيدروجين سواء كان هيدروجين ابيض او هيدروجين اخضر. فبالتالي هم كانوا المستكشفين فرنسا والجيولوجيين لما كانوا بيستكشفوا على وقود احفوري اكتشفوا ان في بعض ترسبات اللون الابيض موجود على السطح. هو الموضوع جه عن طريق شركه هيدروما زمان، اسمها شركه هو طريق عن شركه يعني شركه كانت بتتنقب عن الميه في افريقيا في دوله مالي. فلقوا هم بيستكشفوا الميه لقوا انه في عمق 1000 متر و1500 متر لقوا في خزان هيدروجين، فهم حطوه في الاعتبار وبداوا يدوروا على هيدروجين في اوروبا. بس كان ساعتها البحث عن وقود احفوري او عن بئر البترول، ما كانوش المراقبون ما كانوش بيدوروا على الهيدروجين. لما حصل هذا التحول العالمي نتيجه كلمه المناخ اللي هي الكلمه لها السياده العليا، انه في التغير المناخي اصبح التغيير دلوقتي على موضوع الهيدروجين، فاكتشفوا ان في اوروبا في خزانات هيدروجين. فالسؤال اللي بيطرح نفسه هو على الرغم ان اوروبا بتدور على غاز وان اوروبا كانت مصدر للتلوث الكربوني، هل اوروبا بعد كده هتبقى مصدر للبيئه نظيفه؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه. فبالتالي احنا على الاقل يقللوا من الانبعاثات عندهم ومن الكوارث اللي في كل الدول. وميزه هناك ان هم عندهم بيصدروا التكنولوجيا، او ساعات ان هم بيستقطبوا الباحثين، وفي نفس الوقت ان في شمال شرق افريقيا بالذات في مصر ان هم يدوروا على موضوع الهيدروجين الجيولوجي او الهيدروجين الابيض كان هو بيستفيدوا منه في انتاج الطاقه وكان ده كله. بس عايز اقول نقطه كمان مهمه جدا ان وليست بعيده، ان النرويج بتعمل او السويد انا اسف دوله السويد بتبدا تعمل محلات كهربائيه لتوليد الهيدروجين الاخضر وتخزينه في بطن الارض للاستفاده منه للاجيال القادمه بعد كده. ليه؟ عشان اقدر يعني اقدر استحوذ على صناعه الصلب بنسبه كبيره جدا بانتاج الصلب الاخضر او انتاج الصلب صديق للبيئه. طيب بما اننا دلوقتي لسه يعني احنا اللي بنتكلم فيه دلوقتي اللي موجود في مصر الهيدروجين الاخضر واللي بدا استخدامه في الصناعات بشكل كبير وتحويل مدن بالكامل زي شرم الشيخ وخلافه وفنادق بالخضراء. طيب خليني اسالك عن مستقبل الهيدروجين الاخضر، احنا عندنا منه كميات كفايه في الوقت الحالي عشان الدوله متجهه فيه بشكل كبير جدا للاستثمارات؟ طبعا، ومصر والشرق الاوسط عندها ميزه تنافسيه جدا مش موجوده في معظم دول العالم، ان عندها طاقه شمسيه متواجده طول السنه. طاقه مصر اللي ربنا حباها بيه. طبعا، وعندنا كمان ميه. فبالتالي دي اكتر ميزه تنافسيه، وغير طبعا طاقه الرياح هي بالنسبه اقل من الطاقه الشمسيه، لكن عندنا طاقه رياح دي مش موجودين جدا خلال حضرتك في اي دوله ثانيه. فبالتالي هتبقى فرصه كويسه جدا اقدر اصدر الهيدروجين او الامونيا الخضراء، تمام، وبالتالي اقدر ادخل استثمارات وادخل واشغل عماله مصريه. طيب برضه هسال على الامونيا، هل مخزون عندنا مخزون كبير من الامونيا الخضراء دي موجود في مصر؟ مخزون كبير جدا بس هو عامه للتصدير وليس في التصدير. للتصدير لان حتى احنا الشحن اللي صدرت يعني عامله مش اقل من رقم يعني فاهم يعني مش اقل من 2 مليار دولار فاهم. ارقام ولسه كانت اول شحنه في ديسمبر الماضي للهند. فطبعا هنا اول المشكله ان النقطه كلها ان الوتيره بتاعت تصنيع الامونيا الخضراء خدت شكل كويس جدا بالنسبه للقياده السياسيه والحمد لله يعني. واهميه ده في التصنيع يا باشمهندس، واحنا بنتكلم عن تنميه مستدامه 2030 وده خطه الدوله اللي ماشيه فيها في كل القطاعات الحياه في كل المجالات عشان الاستدامه ده يعني كلمه بدانا نسمعها بشكل كبير جدا مش بس في مصر ولكن في العالم كله، ولكن مصر بتخطي في الموضوع ده خطوات واسعه جدا منذ بدايه العشرينات الحقيقه. تمام. من بدايه الالفينات. تمام. لكن خلينا نقول دلوقتي مردود ده على الاقتصاد. اولا مردود حوالي حاجه، اولا مردود الحفاظ على البيئه، تشغيل الاستثمار الاخضر، تشجيع العماله، تشجيع البحث العلمي في موضوع البحث العلمي الاخضر، انشاء مراكز بحثيه في زي جامعه النيل مثلا في موضوع الهيدروجين ومشتقاته. تاني حاجه ان احنا يعني دي كلها مش كافيه ان احنا نحافظ على بيئنا ونشجع نشغل الناس وندخل مستثمرين، دي مش حاجه كويسه.
لا واصبح ضروره كمان في ظل هنقول عالم خارجي كان متسبب في حدوث كوارث بيئيه زي امريكا والصين نتيجه الانبعاثات الكربونيه والمصانع بتاعتهم نتيجه للثوره الصناعيه الكبيره اللي كانت موجوده عندهم. كانت نتيجه هذه الثوره عندهم هم استفادوا من تصنيع ازدهار الصناعه عندهم طبعًا. ولكن كل دول مش بس الشرق الاوسط كل دول العالم تضررت من الانبعاثات الكربونيه اللي موجوده عندهم طبعًا. فلما اتجه بقى الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء فبالتالي انا بحمي نفسي كدول شرق اوسط وكمصر تحديدا طبعًا. من هذه الانبعاثات طبعًا. وبالتالي احنا مصر حباها بميزه تنافسيه سواء كانت طاقه شمسيه تولع عام وطاقه رياح وكمان نهر النيل فدي طبعا ربنا سبحانه وتعالى حماها وحباها بهذه الميزه فدي حاجه دي عشان مصر دوله مش بس صاحبه حضاره لكن لا. كمان مصر دوله عمرها ما كسف هي بتتاذى نتيجه للانبعاثات الكربونيه وزيها زي بقيه الدول العربيه طبعا طبعا. يمكن مصر اكثر ان مصر يمكن اكثر الدول تقدما في الصناعه في كل مجالاتها طبعا يعني. طبعا بس خليني اسال حضرتك عن في ظل تضخم عالمي وفي ظل مشاكل اقتصاديه بيعاني منها العالم كله طبعا. ممكن مصر يمكن اقل الدول رغم ما يتحدث عنه المواطن في الشارع لانه هي اقل الدول متضرره اقتصاديا تمام من هذه اللخبطه اللي حصلت تمام. ولكن خليني اسال حضرتك مستقبل الاقتصاد المصري في ظل هذا التضخم وما زال واقف على رجليه وما زال بيقاوم هذا التضخم الموجود في كل دول العالم المتقدمه. تمام. خلينا نقول في ظل وجود هذه الصناعات اللي بتعتمد على ليس على الوقود الاحفوري ولكن على الوقود النظيف على الطاقه النظيفه. تمام. مصر حباها ربنا سبحانه وتعالى بطاقه الرياح والطاقه الشمسيه. الالواح الشمسيه اللي بدات منتشره على في معظم المصانع ومعظم المنشات الصناعيه ومعظم محطات البنزين طبعا. والتوجه الى استخدام الطاقه الشمسيه في الاناره وفي تشغيل المحركات وايضا استخدام طاقه الرياح بشكل كبير تمام. طيب هو مردود على خلينا نتكلم ان طاقه الرياح وان الالواح الطاقه الشمسيه هنستخدمها كل عضو على حسب الصناعه. يعني ممكن استخدم الواح الطاقه الشمسيه مثلا لما في مصنع ممكن تغطي مساحه كبيره جدا من الارض لكن طاقه مثلا زي طاقه الرياح ان انا ممكن مثلا اخد الكهرباء المتولده من طاقه الرياح اشغل بيها مصنع جنبه ايه جنب هذا المصدر لكن الفكره كلها ان الطاقه الشمسيه عامه والالواح الشمسيه دي تكنولوجيا محتاجه تتطور جدا في شكل اللوح الشمسي. بعض الالواح الشمسيه لما بتكون بتاخد شكل مستطيل او مربع بتغطي مساحه كبيره جدا من الارض لكن في الدول الاوروبيه مش ما وقفتش على النقطه ديت بدات تطور في شكل خلايا الطاقه الشمسيه بحيث تبقى تاخد شكل اشكال معينه يبقى في نفس الوقت بتسحب اكثر اكبر قدر من الشمس وفي نفس الوقت تطلع اكبر طاقه من الطاقه الكهربائيه وممكن مثلا تبقى زي مثلا شجره على هيئه طاقه شمسيه ممكن تشغل مثلا مصنع فهي الفكره كلها في التكنولوجيا المتطوره جدا وبعدين الموضوع الطاقه الشمسيه ما اصبحش على شمس اصبح على من اول بدايه بزوغ الضوء من اول بزوغ الضوء الفجر لحد المغرب ممكن دي بردك الفترتين دول بيزودوا ان خلايا الطاقه الشمسيه تقدر تشتغل على هذا الموضوع. بعض المشاهدين كان يقول لي يعني ايه الواح طاقه شمسيه ما شفتهاش؟ هنقول وانت ماشي على الطريق شوف محطات البنزين هتلاقي عليها في الواح كده مرصوصه من فوق على سطح بتاع محطه البنزين دي هي دي خلايا او الالواح الشمسيه الطاقه الشمسيه. ويمكن مصر بدات في الكلام ده من بدايه سنه 2000 الحقيقه و1990 تقريبا وكانت النجاريه الحقيقه في البحيره من اكثر الاماكن اللي كانت مشهوره جدا باستخدام المشاريع اللي قايمه على الطاقه الشمسيه من خلال الالواح الشمسيه وطاقه الرياح. وعواميد النور دلوقتي اي عواميد نور في اي منطقه جديده دلوقتي بتعتمد على الطاقه الشمسيه. فهو حضرتك الفكره كلها لتوفير الاعمده بتضاء بالطاقه الشمسيه اول النهار ما بيطلع تضاء بالطاقه الشمسيه والطاقه الشمسيه بتشحن وتضاء بالليل يعني اول النهار ما بيطلع بتبتدي الشمس تطلع اعمده الاناره بتشحن هذه الطاقه الشمسيه الطاقه الشمسيه تحولها طاقه كهربائيه وتيجي بالليل لوحدها اوتوماتيك بتضاء الكهرباء اللي بيمشي على بالليل. تمام مظبوط كلامي؟ مظبوط كده حضرتك. طيب تمام. توجه الدوله بشكل كبير جدا لرجوع جمل الصنعه في مصر انها تغزو العالم. احنا كنا وصلنا في الصناعه بشكل متقدم جدا لحد 2010 الحقيقه تعثرنا شويه نتيجه للي حصل في العالم كله ولكن بعد كده الدوله بتنهض في الصناعه بشكل كبير جدا وكل المصانع اللي توقفت بعد 2010 اشتغلت في الوقت الحالي بدعم من الدوله ودعم من الحكومه. خلينا نقول مستقبل الصناعه في مصر في ظل التحول الاخضر ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ والله انا شايف ان هو ميزه ان هو تحول تغير في الصناعات بمشاريع صديقه للبيئه. يعني انا شايف ده تحول كويس جدا لان هو الفكره كلها ان تشجيع الاستثمار الاخضر
ان برضك المستثمر عايز يحط فلوسه ويكسب، وفي نفس الوقت مع في ظل سياسات دوله ان ممكن مثلا تسهيلات مع سياسات مع تشغيل عماله مصريه، ان احنا ممكن بنستقطب المستثمرين انك انت تقدر تستثمر فلوسك، ولكن في مثلا في تشغيل المصنع بدل ما كان بيعتمد على الوقود الاحفوري دلوقتي بيشتغل على الوقود الهيدروجين الاخضر او الامونيا الخضراء او بيشتغل بالطاقه الشمسيه. فده بيشجع المستثمر ان هو يجي وان هو يقدر يشغل يحط فلوسه في المصنع ويشغل عماله مصريه ويطلع منتج محلي بنسبه مكون مش اقل من 70% ويمكن بعد كده تحت شعار صنع في مصر بالاضافه الى تصدير هذا المنتج. فبالتالي هو هيدخل استثمار لهذه البلاد. من قريب قوي كنا بنتكلم طول الوقت انا هنا وناس كتير كنا طول الوقت بنتكلم عن اكتشاف حفر زهر. تمام. وبعدها مباشره تم بقى موجود في كل محطات البنزين على مستوى الجمهوريه الغاز. فاصبح التحول دلوقتي من الوقود الاحفوري اللي هو البنزين والسولار الى الغاز الطبيعي. وده موجود بوفره في مصر الحقيقه، ودول كتير بتعاني، يعني دول كتير بقت تتنقب عندها عشان تبقى احتزاء بمصر او قدوه بمصر زي حقل زهر كده عندنا مثلا، ولكن لسه ما اكتشفوش حاجه. ربنا يزيد اكتشافاتنا احنا يا رب كمصر. لكن في الوقت الحالي بقينا نتكلم عن التحول العربيات للطاقه الكهربائيه، وده من خلال تشغيل العربيات بالكهرباء. هنقول لسه ما اتعممتش، لكن اصبح عندنا عربيات بتدار بالطاقه الكهربائيه في مصر. وفي بره دلوقتي عربيات شغاله بالهيدروجين. بره مصر في عربيات شغاله بالهيدروجين. بما ان عندنا يا باشمهندس الهيدروجين الاخضر، فاحنا هيجي علينا وقت هنستخدم الهيدروجين في تشغيل العربيات. تمام. بس هو حضرتك نسبه التلوث اكتر بتبقى في السفن والقطارات ولا في العربيات؟ نسبه التلوث بتكون فين اكتر؟ نسبه التلوث بتكون مسؤول عنها في السفن والقطارات اللي هي بتشتغل بمحركات كبيره جدا. بتلاقيها مؤديه تاثير جامد جدا على الانبعاثات الكربونيه. فبالتالي هم لما يوفروا لها وقود بديل عن الوقود الاحفوري زي الامونيا الخضراء، يبقى اذا احنا قدرنا نعمل ريدكشن للكربون مش يبقى احنا دلوقتي في الدوله والله عمار يا مصر فعلا بقى كلها ورجالتها فعلا المتفوقين واثبتوا تفوقهم في كل المجالات. لما بما اننا نتكلم عن السفن، فالسفن هي معدات لها مواتير كبيره، فبالتالي بنستخدم فيها دلوقتي الامونيا الخضراء وبنصدرها للخارج، ما عندناش تلوث منها، وفي نفس الوقت بنصدر كمان امونيا خضراء عشان العمله الصعبه ترجع لمصر والعجله تدور والعمال بتوعنا اللي بنحتفل بيهم الاسبوع اول كل شهر 5 بنقول لكم كل سنه هم طيبين، والايدي المصريه العامله بتشتغل بجد وكفاح، ومشهور عن العماله المصريه ان عماله متميزه تنطلب بالاسم في كل دول العالم، في امريكا، الاتحاد الاوروبي، وايضا في القاره في المحيط العربي كله بالكامل، وفي الشرق الاوسط بصفه عامه. طيب خلينا نقول واحنا بنختم الحلقه يا باشمهندس، خلينا نتكلم في كده واحنا بنختم عن وجود الامونيا الخضراء والهيدروجين الاخضر في توفير فرص عمل، وده اللي بما اننا بنتكلم عن العمال في الوقت الحالي. هو الفكره كلها في توفير فرص العمل. طيب هو قبل ما اتكلم في موضوع فرص العمل اللي لازم في توعيه ووعي لجميع عمال مصر عن اهميه المناخ واهميه التغير المناخي واهميه ايه هو الطاقه النظيفه. فبالتالي انا لما اجي اشغل العامل والوعي من خلال برامج توعيه سواء كانت في التلفزيون في اي ميديا في مثلا مناقشات علميه، انما بشكل بسيط جدا ان العامل يبقى لازم يبقى فاهم يعني ايه احافظ على بيئه العمل او احافظ على البيئه بشكل عام واستخدام الطاقه النظيفه. تاني حاجه ان ده بيوفر لي وقت كبير جدا ان انا لما اجي اعمل اشغله في اي مشروع صديق للبيئه، يبقى بالتالي انا هقدر استفاد من هذا العامل في موضوع تاني اكبر، او في ان هو يقدر يطور لي الشغل بتاعه ويحافظ على المكان العمل، لذات قيمه الاهميه او الفاليو في منها ان الموضوع ده مهم جدا عشان خاطر صديق للبيئه وبيدخل استثمار. فبالتالي انا لو انا المورد البشري مهم جدا في الوعي وبرامج التوعيه. تاني حاجه ان الهيدروجين عامه او الطاقه النظيفه من ضمن تحديات العالم ان هو بيدخل استثمار لهذا البلد. فبالتالي انا لما اجي المستثمر يجي يعمل مصانع هيشغل عماله مصريه، بس عماله مصريه واعيه، لها برامج ثقافيه، لها برامج واعيه بهذا الموضوع الهيدروجين، فبالتالي هو مش محتاج يجيب عماله من بره. بالعكس ده احنا عندنا ميزه تنافسيه كمان ان احنا قدرنا بالمورد البشري بتاعنا علمناه وفهمناه، ده غير ان هو شاطر العامل المصري بتاعنا وبيقدر شاطر فنيا وشاطر عقليا في ان هو فاهم يعني ايه وعي بيئي والاثر البيئي على هذا الموضوع. فبالتالي انت دي من ضمن البرامج المهمه جدا في نشر الوعي، وبالتالي ميزه تنافسيه للعامل المصري ان هو بعد كده يقدر يبقى موجود داخل هذه المنظومه، وبالتالي هو كده ليه ميزه تنافسيه ان هو يشتغل مع اي استثمار. عايز اقول موضوع البيئه دلوقتي بقى يا جماعه، ما كنا زمان انا عن نفسي لما كنت وانا صغيره في اعدادي لما كانوا بيتكلموا عن البيئه وفي ثانوي كنت اقول ده نوع من الرفاهيه. تمام؟ لكن في الوقت الحالي اصبح لغه العصر الكلام عن البيئه.
عرفنا ليه اهالينا وجدودنا كانوا لازم يزرعوا حاجات خضراء قدام البيت؟ كان لازم البلكونات بتاعتنا يبقى فيها اللون الاخضر؟ طب انا عايز اقول لكم في نوع من الاستثمارات موجوده في الوقت الحالي، وفي بيوت كتير بتعملها في اسكندريه وفي البحيره وفي القاهره وفي كل المحافظات، زراعه الاسطح باللون الاخضر، مش بس كلون كشجر زينه او زرع زينه، ولكن ايضا المحاصيل، بيزرع خضار وبيزرع فاكهه فوق الاسطح على فكره، مش بس بياكل هو واسرته، لا بيصدر ايضا. عايز اقول اللون الاخضر وتحضر الاخضر هي اساس الدوله، المشروعات الخضراء كلها الدوله بتشجعها وبتنميها، المستثمرين والشباب المقبلين اللي عاوز يبقى مشروع مستثمر، عاوز يلاقي له فرصه عمل، لو بدات بسطح عندك، لو بدات بالبلكونه فانت مستثمر صغير. باشمهندس احمد الزهاوي استاذ كيميائي حاصل على الجائزه البرونزيه من الاتحاد الدولي للمخترعين، بشكرك جدا شرفتني، ومعمار يا مصر، ودايما مصر تبقى خضراء باذن الله، ومشروعات تزيد والتنميه تزيد، بشكرك جدا. مشاهدينا اشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي بكره شم النسيم، كل السنه وانتم طيبين، كل السنه وانتم عايشين في مصر الحبيبه، بيئه نظيفه خضراء، جونا والشمس بتاعتنا والهواء بتاعنا يفضلوا دايما مضاف باهلها الطيبين وبناسها الطيبين. عاشت مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. اشوفكم الاسبوع الجاي ومع الناس، الى اللقاء.